يا قارئ القرآن قد وفاك من زمرة الإتقان ما أغناك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتابع لقاءاتنا مع حروف القرآن التي نبين ما ينبغي لكل حرف فيها، نبينها حرفا حرفا، ووصلنا إلى حرف الفاء. وحرف الفاء كما هو معروف يخرج من أطراف الثنايا مع باطن الشفه السفلى السفلى، أف 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 هكذا. ما ينبغي مراعاته في لفظ هذا الحرف: بيان همسها، أفواجا تفجيرا، أفواجا تفجيرا، لكن خروج هذا الهواء يكون باعتدال، ما أقول أفواج أف أف تفجير، لا باعتدال، ولا أكتم أقول أفواج تفجير، لا أفواج، يخرج همس خفيف، تفجير لا يخرج هواء كثير ولا يحبس الصوت بها. ترقيقها في كل الأحوال خصوصا إذا جاء بعدها مفخم حتى لو فصل بفاصل. نقول فطاركم فطاركم، فاطر فارض، أما فارض فطاركم خطأ، فطاركم فارض. بيانها مشددة: كفوا وأفل لكم أفل لكم، صفا صفا. مما ينبغي أيضا لهذا الحرف الحذر من تحويلها إلى صوت غير عربي مشبه للف اللاتينية في، وخصوصا إذا جاء بعدها الظاء أو الزاي: حفظهما حفظهما، واستفزز تف واستفزز حفظهما، ولا نقول حفظهما أو واستفزز، هذه في ليست فاء. حفظهما واستفزز. وهذا آخر ما يتعلق بهذا الحرف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.